السلام عليكم لي زامي، مرحبا بكم في فيديو جديد ولا فلوج جديد. المهم خوتي رجعنا لكم جنة في الصحراء. اليوم يا خوتي قبل بدايه المقطع حبيت نقول لكم يا ودي يعني ما كاينش نورمالمون لي فيديو اليوم، بصح اليوم درت لكم غاية فيديو خفيف هكذاك تاع نضحكوا ونبسطوا. المهم خوتي اليوم باسكو ما فيهش يعني كيما نقولوا كيما مال في لي فيديو اللي فاتوا، قبل بدايه المقطع ما تنساش تعطينا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلك لي ما جديد. وليت جو نوريكم اول حاجه خوتي اللي بدات يعني بدات تنور خوتي، تشوفوا لها في لي فلوج اللي فات كيفاش كانت، شوفوا هذاك ما عرفتوها باين. المهم خوتي شوفوا راه بدات تورد هكذاك، بدات تنور هكذاك الاخر. هنايا كاع الورد هنايا باش يجي يعود النحل، ديك العفايس هذيك ان شاء الله يعود فيها النحل يعود فيها كذا. وانا ثاني انواع النبات هنايا وكذا. المهم خوتي راه بدات الحالة في تطور ان شاء الله كما راكم تشوفوا يا لي زامي، وهذه هي خوتي. وزيدوا ثاني النوع تاع اللواية هذيك راه مع الوقت ان شاء الله يكبر ويغطي هذاك القصب كاع راح يتقطع ان شاء الله. والان نروحوا لبلاصة اخرى، خلونا نشوفوا كيما راه البيت بلاستيكي ونفهمكم واش راح يصرى في البيت بلاستيكي. ليتس جو. كي لي زامي وصلنا للبيت بلاستيكي، غاك نوريكم واحد المنظر هكذاك. شفتوا له تاع القرقاع هذيك وكذا وكذا، ملي كانت خاليه كانت ما فيها والو ياك، راك نوريكم كيفاش ولات وكيفاش نورت وكيفاش ولات الحشيش. المهم خوتي شوفوا معنا كيما شفتوا خوتنا، هذه هي ايوينه نور كلش ولات الله يبارك. شوفوا قولوا ما شاء الله، والفول والحاله او تاع القرقاع ثاني ناض. ايه مليح مليح القرقاع اش قرقاع. المهم خوتي الجلبانه الحاله وكلش، المهم هنايا راه كلش راح فيها يعني بدا كيما نقولوا يكبر هكذاك مش راح فيه. مي وهنايا البيت البلاستيكي خوتي، خلينا ندخلو نشوفو البيت البلاستيكي تاعنا. اوكي لي زامي، شوفوا يا لي زامي حبيت نقول لكم بلي راه بدا راه نحل الكورجات. شوفوا الله يبارك خوتي الكورجات، الكورجات يا خويا يا خويا، هاي الكورجات خوتي هو راه نحى بدا ينحى معناتها كبيره كاع نحى. وهذه خوتي هذا الوقت على هذيك الشلاضه من هيك. هنا بعض لي بلونت خوتي، لي بلونت يعني هذون كاين لي دومونداوهم كاين لي يشتروهم كاين فهمتني يعني ابار دو موند. المهم كاين هنا يا خوتي كيما راكم تشوفوا الحالة كلش، ولا تشوفوا لها هنايا كانت كاينه، كان كاينه هنا الدلاع وكان كاين انواع الطماطيش وكذا وكذا. رانا حولناهم دوك نوريكم وين حولناهم، حولناهم وقرصناهم من الجهه الاخرى اللي مقابله من هنا. المهم خوتي دوك نروح نوريكم البلاصه اللي قصنا فيها الدلاع والطماطيش اللي كان هنايا كومبليت، وخلنا نروح نشوفوا. هو راح نوريكم وين نقلنا الطماطيش والدلاع وديك الحوايج. يا خويا يا خويا الدلاع القرقاع الزعتر الرعد كل خلاص مرجل سمط خلاص خلاص نانو كسكنا في بيننا ايش تقول الدلاع واحد نيته تروح فيه القرقاع. المهم خوتي راح نوريكم كيفاش قاموا بغراسة او غراسة ولا مش عارف تقولوا لا. المهم راكم فاهمين، راكم فاهمين الفيلم سي با لا بين نبدا نشرح لكم. المهم خوتي راه مقلبوا كاع كلش هنايا خوتي كما راكم تشوفوا هنايا، راح هنايا كاع تقلبت بلاع وطماطيش وكذا وكذا وكذا. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله راح تنجح، راح تنور هذه البلاصة ان شاء الله ثاني. المهم خوتي شوفوا معنا كيفاش راه تقرصت وكيفاش السقي نتاعها، وخلوكم تشوفوا. مي كيما راكم تشوفوا يا لي زامي هذون هما تاع السقي كيما نقولوا خوتي، هذون يجو شغل تويو هكذاك، يجي كيما نقولوا مقعر هكذاك ويزقي يزقي كاع هذون انواع الطماطيش خوتي كيما راكم تشوفوا. هون انواع الطماطيش خوتي هكذاك راح تكبر مع الوقت. ايو كاين انواع ياسر خوتي يكون جو نحسبوها كاع ما تفرش. كاين تاع الدلاع، كاين ياسر حوايج خوتي.
اظن قل ما كبروا باش تعرفهم خوتي. كاين البصلة ثاني، هي البصلة، هاي البصلة يا صديقي، البصلة 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 اللي كنا نكرهوها في الصقر، عدنا هذا كنحلو فيها باش نوض. المهم خوتي، هذه نورمالمون نورمو تدلى نورمالمون والله اعلم. المهم انا اظن الحوايج اللي عرفتهم حاليا هذه خوتي كما راكم تشوفوا سي الله يبارك بدات هكذاك. ساعات راني نلعبها نهضر فرونسي، ما تلومونيش باسكو راني حاب نتعلم ورانا نتعلمها مع بعض. سي با رافي نجيني واحد يقول لي شك تخلط في الفرونسي. هذه خوتي كما راكم تشوفوا الله يبارك، و خلونا نشوفوا كاش مع عفسه وحده اخرى ونشوفوا لكم السينيماتيك. هذه خوتي قاعد قرصت دلع طماطيش بصله، يعني فيها خضره فيها خضيره ان شاء الله، فيها في رمضان ان شاء الله. هذه هي وحقا زين، ما قلت لكمش رمضان، ها الجمعه الجايه ان شاء الله، اي ربي يجيبها زينه ان شاء الله ويعقب بالخير ان شاء الله. هذه هي وهذه هذه هذه ما قلتش نقول باسكو اليوم فلوك كما نقولوا فارغ، الحين تشوفوا قفي قورتي اليوم. المهم خلونا نروحوا بلاصه اخرى. سي انا وحدي في البار رايح كاس كاس سنة حتى نطلع البار يا المنجز. هذا وش اسمه تاتا مالو؟ سلا سو كانار دو باربري. لو كانار دو باربري. من عندنا الجاز، جاز تاع البراهما ممكن تشوفوا عاملين قاعد تقسم يعني المكلة تاعهم درك قاعدين اللو درك لو كانار بيك مقلق وش بيك يا بيك أو قلت لكم هذا نيرفي باسكو عنده دي بيبي وي شكون معناتها دي فون ديال الفيميل تاعو، يعني دي فون ديال المدام تاعو بين في روجوتي وينش. ها
انا رايح ايه طبق ايه طبق. المهم خالتي هذا اللي كان الفيديو تاعنا تاع اليوم. وش راح نقول لكم؟ السلام عليكم. شكم خلا في روحك. ما تنساش تعطينا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما جديد. سلام. زلوف باكوط بعويد برغوث طاجين باروت الزيتون البار بركوكس خبيز المشوي.